ريحاء عادل كراتشة، كميليا يوسف حداد، كريمة رفيق أبو خرمة، كريمة حسن منسي، كوثر سعد العطيان، نانا راتب عبيدات، لبنى يحيى بردغاوي، ليما إسماعيل البراك، محاسن شاهر العمري، محمد توفيق شاهين، محمد حابس العيد، محمد حمزة ذنوبات، محمد سالم عبابنا، محمد عايد السردي، محمد مصطفى الصعود، محمود نايف عقرباوي، مرام احمد الدمور، مريم علي السعيدين، مريم يوسف دار موسى، معادن علي بن عامر، منال احمد المشاقبه، منال مصطفى الصلاحات، منصور جاسر ابو الهوجه، مي محمد ملكاوي، مربة علي الفقيه، مربة محمد ابو رواع، منساء سلمان عوض، منساء نصر محمد، ميسون شمسي بن ياسين، ميسون فواز بن عمر، ميسون محمد رادكة، نائل حسني سعيد، نادية أمطاوع السلامين، نادية محمود جبور، نانسي جودة المجالي، ناهدة مصطفى الجباه، نداء جميل جرار، نسرين خالد الحديد، نسرين عبد الكريم حسن، نسرين علي الشياب، نهاد موسى الحياري، نوال سليم الحريبات، نوال محمد الشيخ، هائمة حسن عاشور، هدى إسماعيل أبو حية، هدى عبد الرحمن الجلامنة، هديم إياد الشافعي، هند أحمد أبو البندورة، هند عبد الحميد الفاعوري، هجر عبد الله عوض الله، وديان زكريا الديب، وفاء علي المساعيد، ولاء عود العبادي، ياسمين زكريا الملاح، يسرى سالم النعيمات، خلود محمد المشايخ. أيها الحفل الكريم، دابت شركة الكادر العربي على تقديم جوائز لأفضل ثلاث مشاريع تخرج. يتفضل الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي راعي الاحتفال بتوزيع الجوائز على الطلبة الفائزين. الجائزة الأولى للطالبة فداء شمس الدين شلش، وجائزتها حاسوب محمول. الجائزة الثانية للطالبة سحر دياب حسن، وجائزتها 500 دينار. الجائزة الثالثة للطالبة شروق نعمان ماضي، وجائزتها 300 دينار. والآن يتفضل المهندس أمين أمين الرئيس التنفيذي لشركة الكادر العربي
بتقديم درع تكريمية للأستاذ الدكتور سلطان أبو غرابي رئيس الجامعة. ودرع تكريمية للأستاذ الدكتور مشهور رفاعي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. أيها الحفل الكريم، مع اختتام مراسم الاحتفال بالتخريج أرجو من الجميع البقاء في أماكنهم حتى خروج موكب أعضاء هيئة التدريس.